يتأهب المنتخب الليبي لكرة القدم للدخول في معسكر تدريبي مغلق بتركيا بداية من يوم الاثنين القادم، استعدادا للمباراتين القادمتين أمام نظيره المصرية التي قرر الفيفا تقديمها إلى 18 من الشهر القادم بالإسكندرية وبنغازي على التوالي، ضمن جولتين 3 و4 من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2022. ودخل اللاعبون الذين لم تنطلق فرقهم في التدريبات في معسكر تدريبي مغلق بطرابلس تحت إشراف الإسباني رامون المدرب المساعد لخافيير كليمنتي الذي سيتواصل حتى موعد السفر إلى تركيا. وكشفت مصادر أن بعثة المنتخب ستتوجه مباشرة بطائرة خاصة من تركيا إلى الإسكندرية أحد يومي 3 أو 4 من شهر أكتوبر المقبل لإكمال تدريب باته لمباراة ملعب برج العرب. الوفد إن شاء الله وفرت له كل الإمكانيات للملاعب، إذا كان هو يبي مباراة ودية، إذا كان يبي صلاة خاصة بالعدد البدني، المدربين الطاقم اللي معه بالكامل حيحضروا كاملا تقريبا من 6 أشخاص، ما بينهم المعد البدني وما بينهم المحلل وما بينهم المدرب ومساعد المدرب ومدرب الحراس، كل شيء وفرنا له. من وعد به ان احنا ما عادش نرجع متقدم هذا للخلف، ولكن توفيق كره القدم انت عارف يعني هذه كره القدم في الاخير بلكي تنتهي بكره القدم. نحن صح نتمنى نخش المرحله الثانيه من التصفيات، نتمنى نكونوا موجودين، حلمنا قريب، لكن ما نتحاسبوا عليه الفتره القادمه اللي هي خاصه افريقيا وكاس العالم القادم اللي حيقام كل سنتين. الان الحمد لله تصنيفنا تشفته رجع اكثر من 12 و13 نقطه في الفيفا، ان شاء الله حينزل اكثر واكثر. هذا ما يهمنا الان هو التطوير، وما يهمنا الان ما تم شفته اليوم اللي هو هيق التركيز الكامل هي البنيه التحتيه والبناء الصح للمستقبل القريب. يعني لك اي ظروف الضغوطات الحقيقه ما ياخذوا على الضغوطات. وفي سياق متصل، حذر رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني من الضغوطات الإعلامية التي يمارسها الإعلام المصرية، وقال أنه رفض أي تصريحات إعلامية بالخصوص، وطالب بالواقعية خاصة خلال الفترة التي تسبق مباراتينا مع المنتخب المصري الشقيق. لأي ظروف الضغوطات الحقيقة ما ياخذوا على الضغوطات بتاع الإعلام المصري، انتوا عارفين خطة المصريين، يعني ممكن موضوع زوبعة المباراة بشكل مرات تكون سلبية على رياضينا، ينور أنفسهم أنه خلاص هيلعبوا بهزوة ضد المنتخب المصري، زي أنهم هم يضعوا في الحماس، لو أنتم إعلاميين وتفهموا حتى يضعوا في الحماس في المنتخب المصري بطريقتهم هم كعلمة، من حقهم وما من حقهم يدافعوا على أنفسهم. أنا حتى طلبت مني لقاءات في بعض الإذاعات، أنا تأسفت لأني ما نقدرش، أنا الحقيقة لا نقدر نعطي أشياء ما يبينش المدرب، ولا نقدر نبلغ كل واحد يحتفظ بأسرار الخصوصيات متاعها كاتحاد كورة ولا كطاقم تدريب، نبي نحتفظ بهذه الأشياء لوقتها، ولكن لابد حتى الناس يقتنعوا. نحن عندنا فريق بدأ يتقدم في التصنيف، اقتنعوا بالمدرب أنه في تغيير، هذا كله إنجاز في حد ذاته، هذا إنجاز والحمد لله. يعني مش معناه أننا نديروا إحباط ونقول والله لا نبغى نفوز، صح نبغى نفوز.